أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. ملفنا لهذا اليوم تمدد قوات النظام أم مفاوضون بلا شروط؟ نجح الروس بجر المعارضة السورية إلى المفاوضات وهم تحت السيطرة كما وعدوا، ولم يسمحوا لهم بأن يكونوا تحت الثورة حتى لا يملوا شروطهم. بردوا الجبهات وأمروا أصدقاء سوريا بتسكير الحنفيات، أصدقاء سوريا وعلى رأسهم أمريكا وجدوا للضغط على الشعب السوري. تركوا الشعب السوري وحيدا يصارع كل شيعة الأرض الذين توافدوا من كل أصقاع الأرض ليتفننوا بقتل الشعب السوري. الوضع الميداني بسوريا تجميد الجبهات وانهيار وتراجع بجبهة الساحل وجبهة الجنوب السوري. هل يعمل الروس على تقدم النظام ولو بهدم المدن على رؤوس المدنيين لتحسين وضعهم بالمفاوضات؟ لماذا لم يشترط المفاوضون تجريم القوات الطائفية التي تقاتل مع النظام؟ هل تتغير استراتيجية القتال وينتقل الثوار لحرب العصابات وتصبح الثورة بلا رأس؟ ألا يقاتل هؤلاء برضاء أمريكي؟ لماذا يقبل المفاوضون بتجريم جبهة النصرة وبعض الفصائل الأخرى؟ سنناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول، هل نجح الروس بتبريد الجبهات وقادوا سوريا إلى المفاوضات وهم تحت السيطرة؟ المحور الثاني، هل سيحاور النظام نفسه أم يجدد نفسه بنفسه؟ ومن المسؤول عن التراجع العسكري بكل الجبهات؟ وإلى متى سيستمر التراجع العسكري؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الدكتور بسام جعارة والدكتور عارف عبيد والعقيد الركن أحمد الحمادي. سنناقش كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. الشعب السوري دمره من يدعون كذبا أنهم أصدقائه، لأن 5 سنوات من القتل والتدمير أكدت بما لا يدعو مجالا للشك بأن الشعب السوري بلا أصدقاء، بل هناك من يمثل دور الأصدقاء لممارسة الضغط والتنازلات على الشعب السوري، وأن من يدعون أنهم أصدقاء الشعب السوري أوكلت لهم الولايات المتحدة دور الضغط على الشعب السوري وجره إلى المفاوضات جرا بلا شروط وهو تحت القصف. هل هو مطلب كبير أن يطلب أصدقاء سوريا من الروس وقف القصف فقط أثناء المفاوضات؟ لم ينطقوا بحرف لأنهم متآمرون كبقية المتآمرون على الشعب السوري، لم يقدموا صاروخا واحد مخلا بالتوازن للشعب السوري، وإنما هو تسويق إعلامي لتخدير الشعب السوري. هل تحققت مسميات سوريا الأربعة على الأرض، سوريا المفيدة وتشمل محافظتي الساحل وأجزاء من حماة وحلب ودمشق، وسوريا المنسية وهي المصير المجهول الذي ينتظر إدلب حتى سهل الغاب، وسوريا الديمقراطية وهي التي تشمل قوات سوريا الديمقراطية الجيش الحر لقوات النظام، وسوريا المفرغة وهي التي تشمل دير الزور والرقة، المنطقة الشمالية جبل التركمان سقط عسكريا بسقوط ربيعة، وجبل الأكراد سقط بسقوط سلمى، وأي هجوم معاكس على جبل التركمان لاستعادته هو انتحار من قبل الثوار. الروس يدمر المدن على رؤوس سكانها للضغط على الثوار ليلقوا السلاح أو ليوقعوا على صق استسلام لإبقاء بشار الأسد كيانا وظيفيا جاثما على صدر السوريين. أما المنطقة الجنوبية فقد تكالبت عليها ظلمات ثلاث: ظلمة انعدام التسليح وتسكير الحنفيات من أصدقاء سوريا، وظلمة أمراء الحرب الذين يتصارعون ولا تعرف على ماذا يتصارعون، وظلمة طيران الروس الذي قذف الشيخ مسكين بألف طلعة جوية. ولكي يتجنب قادة سوريا العسكريين والسياسيين ضغط أصدقاء سوريا الذين لا يضغطون إلا على الشعب السوري وحده، يجب أن تكون الثورة السورية ثورة بلا رأس تقاد من الداخل، وبالتالي يتفاجأ المجتمع الدولي بأن سوريا فيتنام جديدة لا أحد قادر على إيقاف الثورة، ولا يجد أصدقاء سوريا قبل أعدائها من يحاوروه بل من يضغطون عليه، لأن الكل منشغل بقتال النظام. وعندما يرى المجتمع الدولي أن النظام بدأ بالانهيار ولا أمل لوقوف إطلاق النار،
سينزل المجتمع الدولي على أقدام الشعب السوري راكعين، لأن الدبلوماسية التي يفهمها العالم الحر هي منطق القوة والضغط. نرحب بضيوفي على المحور الأول كل من الدكتور بسام جعارة والدكتور عارف عبيد والعقيد الركن أحمد الحمادي. أهلا وسهلا بكم دكتور بسام. لماذا ذهبت المعارضة السورية بلا شروط، مع العلم أن الشروط انهالت عليهم من كل فج وصوب؟ ما هي قراءتك لهذا الوضع الآن؟ يعني اسمح لي في البداية حييك وحيي ضيفيك الكريمين وحيي الأخوة المستمعين، واللي بدي أقول لا توجد أي مفاجأة على الأطلاق. السيناريو ماشي منذ أشهر طويلة وكنا نعرف تماما ما الذي سيحصل. نحن ندفع الآن جميعا ثمن الاتفاق النووي بين أمريكا وبين إيران. بكل صراحة وبكل وضوح، أمريكا سلمت سوريا لروسيا وسلمتها لإيران أيضا، كما سلمت من قبل العراق لإيران. السيناريو كان واضحا منذ اليوم الأول، منذ جنيف الأول كنا نقول أنهم يريدون إنهاء الثورة. لا يوجد أصدقاء للشعب السوري، هذه حقيقة، ومن يتحدث عن أصدقاء أما يخدع نفسه وأما كاذب. اللي بدي أقوله بكل وضوح، البدايات لم تكن منذ إقرار جنيف الجديد. هو ليس جنيف، هو فيينا، حتى لكي لا نخلط الأوراق مع بعضها. جنيف الله يرحمه انتهى، أجهض من خلال مخرجات فيينا واحد، ومن خلال مخرجات فيينا اثنين، وأيضا من خلال القرار الأممي 2254. هم يتحدثون الآن عن قضايا إنسانية. بعيدا عن القضايا الإنسانية، أولا القضايا الإنسانية واجبة التنفيذ بدون أي شروط، وهي ليست شروطا كما قالت أمريكا وكما تقول روسيا. هناك 3 قرارات أممية تقضي بإدخال المساعدات فورا بدون الحصول على موافقة النظام، ولكن تواطؤ الأمم المتحدة هو الذي يستدعي القول بأن النظام لم يوافق على طلبات. أنا بدي أسأل سؤال، إذا حملت طائرة ترفع علم الأمم المتحدة المساعدات وألقتها فوق مضايا، هل يتجرأ النظام على أسقاط هذه الطائرة؟ هم يستخدمون عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سلاح التجويع وسلاح القتل لفرض الاستسلام على الشعب السوري. وعندما تقول الهيئة العليا للمفاوضات أنها تريد تحقيق هذه المطالب، فهي تدغدغ مشاعر السوريين، ولكن الكارثة ستكون في جنيف. ماذا يحوي جدول أعمال جنيف؟ أمس قالها صراحة ديمستورا، ولم نكن ننتظر قوله لنعرف أن جنيف هي منص عليه القرار 2254، أي تشكيل ما يسمى حكومة وحدة وطنية تحت رعاية وسوف تؤدي القسم لبشار الأسد، إبقاء الجيش الطائفي، إبقاء مؤسسات الأمن، إبقاء النظام بما فيه بشار الأسد. قالها كيري رئيس هيئة المفاوضات، قال له لا تستطيعون منع بشار الأسد من الترشح لرئاسة الجمهورية. اللي بدي أسأله الآن، أنا بدي أفترض قدمت اليوم أمريكا كل الضمانات التي تحدثوا عنها الأمس، أوقفت القصف الجوي وأدخلت المساعدات، ماذا وأطلقت سراح المعتقلين أيضا، وهذا الأمر لن يكون. أنا بدي أفترض صار كله خلال 48 ساعة. على ماذا سيتفاوضون في جنيف؟ على حكومة مشتركة مع بشار الأسد؟ على وقف إطلاق النار يقضي بعد ذلك بإطلاق النار على كل من يرفض التسوية التي تعيد إنتاج النظام؟ هل يتفاوضون على إعطاء الاحتلال الروسي شرعية الوجود؟ قالت روسيا بكل وضوح بغض النظر عن مخرجات جنيف، فإن روسيا باقية بجيشها وطيرانها إلى أجل غير محدود، بمعنى هناك احتلال رسمي، والمسألة لم تعد تتعلق ببشار الأسد. أنا بدي أسأل سؤال واضح للجميع، هل يملك بشار الأسد اليوم حق تقرير مصيره الشخصي، أم أن مصيره الشخصي أصبح بيد الروس؟ إذا كان لا يستطيع تقرير مصيره الشخصي، فكيف سيستطيع تقرير مصير بلد؟ اللي بدي أقوله بكل وضوح، لن يكون هناك تفاوض، هناك قرارات جاهزة سوف يؤدون القسم أمام حكومة بشار الأسد، سوف يبقى الجيش، سوف يبقى الأمن، ثم سوف يتم إصدار قرار تحت السابع وقف إطلاق النار ليتم قتل كل من يرفض التسوية. جميع من حمل السلاح ضد بشار الأسد هو إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية، حتى أصغر مقاتل يقاتل تحت راية علمانية إذا كانت هناك رايات علمانية. هذا هو الوضع الآن، وما بدنا حدا يضحك على الشعب السوري ويقول نحن سنقول إما تشكيل هيئة حكم انتقالي وإلا لا شيء. أمس خلال اجتماع ديمستورا مع وفد النظام كان الحديث
عن مكافحة الإرهاب أولا وأخيرا. اللي بدي أقوله بكل وضوح، هذا السيناريو بات واضحا، سننتظر إعلان وقف إطلاق النار ليبدأ القصف على الجميع، ولن يستثني أحدا على الإطلاق. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت اليوم أن الغاية من الاجتماع هي تشكيل جيش يضم 100,000 من قوات بشار الأسد و40,000 من قوات ما يسمى بالمعارضة لتقاتل الإرهابيين. إذا كانوا الشباب جاهزين فأنا أعتقد أن جنيف ستكون نهاية من يذهب إلى جنيف. نعم، ابقى معي دكتور بسام. دكتور عارف عبيد، أليس من الأفضل أن ترى أن تصبح الثورة داخل سوريا؟ نحن نتكلم عن الداخل السوري، ثورة بلا رأس، لأن أصدقاء سوريا يؤثرون أكثر من أعداء سوريا على الشعب السوري، والسبب بسيط، أنهم يضغطون على الرموز أو قادة الثورة لكونهم يأوونهم في بلدانهم، وبالتالي تجدهم يدفعونهم دفعا إلى التفاوض بدون شروط، حتى توقف القصف لم يفرحوا به. ألا ترى أن سيناريو فيتنام أفضل أن تكون ثورة بلا رأس، يقاتلون حتى ينتهي النظام ولا يجدون من يفاوضونه ولا يعرفون اسمه حتى؟ أولا السلام عليكم. تفضل. أهلا، شكرا للدعوة الكريمة. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ هشام، سؤالك يعني كبير جدا، ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أكون يعني مختزلا ومختصرا في الإجابة. طبعا الثورة السورية عندما انطلقت يعني بعام 2011 حققت في السنة الأولى فعلا يعني إنجازات رائعة جدا، وأقنعت هذا الشعب السوري العظيم بأن يعني نهاية الظل ونهاية القهر هي قريبة. ولكن ما حصل هو التالي، والكل يعرف ذلك، تدخلات من دول إقليمية أصبحت تضخ المال السياسي لبعض الجهات المعينة، والتي أثرت بشكل كبير على الهيكلية السياسية وتحديدا الهيكلية العسكرية التي أنشئت من قبل بعض ضباط الجيش الحر. وهذا يعني التدخل أدى إلى يعني نشوء قوى أخرى منافسة للجيش الحر، أضعفت الهيئة الرئاسية السياسية والعسكرية من مضمونها، وجعلت هذه الثورة كما ذكرتم أنتم بلا رأس. نعم. ثانيا أود أن أقول يعني أنا لا أريد أن أضع يعني الثقل كله على الدول الأجنبية وعلى الدول مثلا حتى الإقليمية. الكل يعرف بأن منطقة الشرق الأوسط لأسباب معينة، مثل عامل البترول، مثل عامل المضائق، مثل عامل يعني طبيعة هذه المنطقة والعامل الإسرائيلي، تلعب دولا كبيرا وتجعلها منطقة من أهم مناطق دول العالم والأكثر يعني اشتعالا واهتماما. روسيا كان لها هدف تاريخي منذ عام 1000، منذ أن نشأ الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، الدخول هذه المنطقة والسيطرة عليها. والكل يعرف يعني بعد أزمة السويس والتي أدت إلى الفراغ في الفراغ السيادي العالمي في هذه المنطقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى وفرنسا، وبعد ذلك ظهر مبدأ أيزنهاور الرئيس الأمريكي الذي قال سندعم أي بلد في الشرق الأوسط تهدد من قبل الشيوعية العالمية الخطيرة. وكانت سوريا مرشحة في تلك الحرب يعني لتشتعل بها حرب عالمية ثالثة من جديد، بسبب يعني تبني بعض وجهات السوفيات، واليسار السوري حاول أن يسيطر يعني أن يسيطر على البلد، وأن تحاصر تركيا من الجهتين، وأدى يعني إلا يعني قليل إلى تدخل تركي في سوريا. إذن هذه المنطقة كانت دائما محط اهتمام من الدول الأجنبية. مرة كانوا العثمانيين، ومن ثم جاءوا الفرنسيين، ومن ثم جاءوا البريطانيين، ومن ثم جاءوا الأمريكان، والآن يأتون الروس. إذن هناك اهتمام كبير، وعلى يعني أهل هذه المنطقة أن يتفهموا هذا جيدا، بأنه لا تسقط أي قلعة يعني من الخارج، تسقط عادة من الداخل بتعاون بعض قوى الداخل مع هذه القوى الخارجية. الآن عاد نعود إلى موضوع الثورة السورية. الثورة السورية عانت الكثير. الثورة السورية لا تحارب فقط نظام بشار الأسد من أجل الديمقراطية والعدالة والحرية وغير ذلك، والأصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. الثورة السورية الآن تحارب التطرف بحد ذاته، الثورة السورية تحارب المصالح الإقليمية. هناك دول متصادمة إقليميا، انتقل هذا الصراع الإقليمي بين بعض الدول إلى سوريا، ويدفع الشعب السوري ثمن هذا الصراع الإقليمي. هناك بعض الصراع الأمريكي الروسي أيضا انتقل إلى سوريا.
المفاوضات يعني يجب أن لا ننظر يعني على ما يحدث يعني فوق الطاولة، دائما يجب أن ندرس ونحلل ماذا يجري تحت الطاولة. الآن يعني دائما الملف السوري مرتبط دائما بملفات أخرى مثل ملف جزيرة القدم، مثل ملف أوكرانيا. الآن باعتقادي يعني كما تلاحظون بأن جبهة أوكرانيا يعني قد خمدت بشكل كبير، هناك ضغوطات أوروبية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل يعني إضعاف الموقف الروسي وضم يعني تدريجيا أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو بعد أن سيطرت روسيا وضمنت يعني ميناء تاريخي لها على البحر الأسود كان ملك لأوكرانيا حسب الأعراف الدولية. هذه الأمور يعني تدخل بقيد يعني بقيد الحسابات، تدخل يعني بقيد الحسابات العملية السورية. الآن سلمت سوريا إلى روسيا، الولايات روسيا لا يمكن أن تدخل في سوريا بدون موافقة أمريكية، يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وهناك أيضا موافقة إسرائيلية، عندما دخل الروس الإسرائيليين أعطوا يعني آلاف الأهداف للروس لقصفها، ومعظمها لأهداف من المعارضة المعتدلة، والكل يعرف ذلك. إذا هناك موافقة إسرائيلية، هناك موافقة أمريكية لهذا الدور الروسي. الآن روسيا يجب أن تواجه ليست كقوة داعمة لنظام الأسد، بل لنظام الأسد، بل كقوة محتلة. نظام الأسد هو من يعطي شرعية لهذا الغزاة من أجل السيطرة على سوريا، من أجل البقاء على كرسي السلطة، وكما حدث في شيشان، عندما يعني اقتحمت القوات الروسية ووضعت السيد رمضان قاديروفكا يعني ك ك يعني كإطار يعني شكلي أمام العالم بأنه رئيس شاشاني وغير ذلك. وهذا ما ينتهي به الأمر إلى بشار الأسد. إذن القول الأول في الأزمة السورية للروس، إذن على المفاوضين أن يفاوض الروس وليس بشار الأسد. بشار الأسد كما ذكر الدكتور هشام جعارة لا يستطيع أن يأمر بشيء، لا، إذا طلبنا منه إخراج حزب الله من سوريا هل يستطيع؟ بالتأكيد لا، ليس لديه أي صلاحيات، وهو مجرد الصلاحيات، لأنه لا يمكن أن يعطي بعد 5 سنوات استنزاف في سوريا. هذا نعم، ما أود أن أقوله. ابقى معي دكتور عارف. سيادة العقيد أحمد الحمادي، السؤال الأول للمرحلة الأولى هو عسكريا فقط المنطقة الجنوبية، إذا تكرمت فقط ضمن المنطقة الجنوبية، أنت تعلم الآن بأن النظام يتفرد بالمنطقة الجنوبية بالقتال على 3 خطوط دفاعية. الخط الدفاعي الأول نوى الشيخ مسكين إزرع، تتكلم عن 23 كيلومتر، وهو الآن باستثناء نوى خط الدفاع الأول تمسكه فرقتين، الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الآلية الخامسة من الفيلق الأول. الآن الخط الدفاع الثاني هو تل الحارة، الصنمين المسمية، فقط تل الحارة ليست مع النظام. الخط الدفاع الثالث عليه 3 فرق وتتقاسمه الفيلق الأول والثاني، قطنة ويوجد فيها الفرقة العاشرة، الكسوة وبها الفرقة الأولى، والزاكي بها الفرقة السابعة. إذا نظرت نظرة عسكرية، الخطوط الدفاعية الثلاثة بحالة أستطيع أن أقول لك 95%، لأنه لا يعني أنك تحتل سريت هجانة أنك سيطرت على المنطقة الجنوبية. نحن نقرأ خرائط ولا نفهم إلا لغة الخرائط العسكرية. على ماذا سيفاوض النظام إذا كان الوضع العسكري من جراء 9 قادة فصائل تحولوا إلى أمراء حرب في المنطقة الجنوبية، ولا نريد أن نذكرهم على الهواء، لكن ما هي قراءتك للوضع العسكري الآن بالمنطقة الجنوبية؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللأخوة المشاركين وللسادة المستمعين. طبعا كما هو معروف المنطقة الجنوبية تضم أكثر من 3/4 الجيش السوري، ابتداء من الكسوة، الفرقة الأولى والفرقة السابعة والفرقة العاشرة والفرقة الخامسة الميكانيكية والفرقة 15 المظلات والفرقة التاسعة، بالإضافة للواء 90 الذي يعتبر بمثابة فرقة، الذي يمسك نقطة جبل الشيخ حتى تل الحارة، وبعد والفرق واللواء 60 الذي يمثل أكثر من 5 كتائب باتجاه هذه المنطقة. فكل هذه الفرق العسكرية والقوة العسكرية الضخمة التي كانت معدة تقريبا لتحرير الجولان كما يقال، إلا أنه كان يحرس مصالح إسرائيل ومصالح الدول ويخبئ هذه القوات العسكرية والدبابات التي اشتراها
الشعب السوري من دمه وفقره ومن لقمة الخبز لأبنائه لقتال الشعب السوري الذي خرج مطالبا بإصلاحات. كل الدول وكل العالم المتحضر والمتمدن يعترف بها بإلغاء الأحكام العرقية وبتحديد دستور متوافق مع الحالة المدنية. فهذه الجيوش كلها انسحبت إلى بعض المناطق، فالفرقة السابعة أصبحت في أريحة والفرقة التاسعة في المناطق، والفرق كلها انسحبت إلى أماكن قتال للشعب السوري، فاضمحلت هذه القوة وبقيت عبارة عن سكنات عسكرية فيها بعض المؤخرات وبعض القوى التي تحرس هذه المنطقة. فكما نرى في منطقة الشيخ مسكين وإزراع هي قيادة الفرقة الخامسة، طبعا قيادة الفرقة الخامسة في بصر الأحرير التي تبعد عن إزراع بحدود 7 كيلومتر، وإزراع تبعد عن الشيخ مسكين 7 كيلومتر آخر، وفي إزراع اللواء 112 مدرع، وفي الشيخ مسكين وغربتا اللواء 61 وبعض كتائب المنطقة. فقام السوار في تحرير الخط الدفاعي من الرفيد، عالية، نوى، الشيخ مسكين، واقتربوا من الاستراد الذي يفصل الأزرع عن الشيخ مسكين الذي يعتبر نقطة الوصل لقوات النظام ما بين دمشق وما بين درعا في الكيلومتر 62. أما الهجوم الأخير فالذي استغله النظام وبوجود القوات الروسية التي جلبت الأسلحة الحديثة من الراجمات سميريتش وإلى الطيران الحربي الذي نفذ أكثر من 1200 غارة جوية على مدينة الشيخ مسكين، ومدينة الشيخ مسكين كما نرى هي مدينة بسيطة ناحية، هي بحدود 30,000 نسمة عدد سكانها، وعدد المقاتلين والمدافعين عنها أكثر 400 إلى 500 مقاتل. ولقد قال أحد المحللين العسكريين الأمريكيين بأن صمود الشيخ مسكين والقوات التي تهاجم الشيخ مسكين المفترض أن تتسع إلى تأخذ المنطقة كلها، إلا أن صمود هؤلاء الأبطال حول المهاجمين إلى مصيدة، وتم قتل أكثر من 922 مقاتل من قوات النظام في الشيخ مسكين. القراءة الحالية إن منطقة الشيخ مسكين ستكون عبارة عن نقطة قتل لقوات النظام، وما رأينا بالأمس تدمير 5 دبابات في منطقة الشيخ مسكين. لم تسقط الشيخ مسكين، بل سقط كل أولئك الذين كنا نراهن على صداقتهم وعلى دعمهم للشعب السوري وعلى المقاومة البطلة التي تشمل كل أراضي الشعب السوري، يعني كل الأراضي السورية. الشيخ مسكين ستقاوم وربما تنتقل إلى عمليات كمائن وإلى عمليات إغارات على المنطقة أو على قوات النظام التي ترتعد هذه القوات وتطلب المؤازرة وتطلب الدعم من باقي القوات الثانية. لولا الدعم الطيران الروسي لكانت تحررت المنطقة وهرب جنود حزب الشيطان إلى أوكارهم في الضاحية الجنوبية أو بالصناديق الصفراء إن شاء الله. فالمنطقة تعمل بشكل جيد، ولكن لولا أن تجشيف الدعم عن المنطقة الجنوبية وربما الضغوطات التي تلقتها الجبهة الجنوبية وقادة الجبهة الجنوبية الذين تم أخذهم إلى الأردن ووضعهم هناك، ورغم أن هناك بعض التنافس بينهم بين حركة المثنى، ولا نريد أن نسمي الفصائل بأسمائها، لكان الوضع أفضل بكثير، إلا أن الشعب السوري لن يقنع ولم يرضخ للضغوطات التي ستتم في فيينا أو في جنيف أو في الآخر، لأننا نعرف أن الولايات المتحدة وهي التي تتزعم كما نقول أصدقاء الشعب السوري لن تقتنع في الديمقراطية نهائيا، ولم تقتنع بأنها تكون في هذه المنطقة ديمقراطية، لأن ديمقراطية المنطقة والربيع العربي هو مزعج جدا لها، فهي تتمنى أن تكون دائما تتعامل مع أنظمة ديكتاتورية شمولية كما حسنت علاقاتها مع كوريا وبورما وإيران.
نعم، ولكن فقط أود أن أرسل لك ملحوظة وأنت يعني على تفهمها. الآن الشيخ مسكين لا يصلح فيها إلا القتال التالي، لكون الجانب الآخر هو الذي يتفوق مع ماليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي، الكمائن الليلية ومهاجمة خطوط إمداد النظام والعمليات الانتحارية هي فقط التي يمكن أن تجدي نفع. ننتقل إلى دكتور بسام. دكتور بسام، ألا ترى أن العالم الحر وعلى رأسه أمريكا يريدون أن يربوا الشعوب المنطقة كاملة بالشعب السوري بأن أي شعب يطلب الحرية بأنه سيكون مصيره مثل مصير الشعب السوري، أي هنالك اتفاق دولي أن لا يكون هنالك ثورة ضد الأنظمة الجائرة في هذه المنطقة أسوة بالشعب السوري، ومن أجل ذلك تأمرون على الشعب السوري كله؟ يعني خليني أقول كلام واضح وصريح، وهذا كلام موجه للهيئة العامة للمفاوضات. بدي أقول لهم بكل وضوح، عداوة أمريكا أقل كلفة من صداقتها، هذا كلام واضح. من يخشى عداوة أمريكا عليه أن ينسى هذا الأمر، من يتكل على أمريكا كأنه يتكل على الشيطان، هذا أولا. ثانيا، لافروف قال بصراحة أن أمريكا مقتنعة الآن كما الروس مقتنعين بأنه يجب بغض النظر عن وجود بشار الأسد ووضع مسألة الإرهاب في مقدمة الأولويات. هذا ما يريدونه من جنيف اليوم. في جنيف الأمر لا يتعلق بالشعب السوري ولا بمصالح الشعب السوري ولا بسوريا. هناك عدو بالنسبة لأمريكا تريد أن تقضي على هذا العدو بين قوسين اسمه إرهاب، ولذلك هناك مصلحة أمريكية وروسية في اتباع السيناريو. أنا بدي أسأل سؤال واضح، هل انهزم الشعب السوري، هل انهزمت الثورة السورية لكي نستسلم في جنيف؟ أيضا إذا كانت روسيا تعتقد أنها تستطيع حسم المسألة عسكريا، هل كانت تستدعي الناس إلى جنيف؟ يريدون في جنيف الحصول على ما لم يستطيعوا تحقيقه بالقوة. نحن اليوم بعد أكثر من 4 أشهر على الغزو الروسي، ماذا استطاعت روسيا أن تحقق؟ احتلت 2% من الأرض، 3% من الأرض، 4% من الأرض، هل تستطيع احتلال الأرض كاملة؟ أنا بدي أتصور أكثر من هيك، بدي أقول استطاعت روسيا أن تفرض وجودها من الساحل حتى القامشلي، وجود العسكري. هل تنتهي الثورة السورية؟ هناك عشرات آلاف المقاتلين الذين فقدوا أحبة وخسروا بيوتهم وخسروا ديارهم، هناك من اغتصب، هناك من قتل، هناك من اعتقل، هناك من تحول إلى جريح دائم معاق. هل هؤلاء سيسامحون إذا تم التوقيع في جنيف على استسلام الشعب السوري؟ اللي بيقول بكل وضوح، من يملك الثقة بقدرة شعبه على الصمود لا يسلم في جنيف. بكل أسف يتحدثون الآن عن قضايا إجرائية وليست قضايا جوهرية. القضية الجوهرية هي ماذا سيكون في جنيف. كما قلت، جنيف هي استسلام، هي توحيد قوات النظام مع قوات بين قوسين المعارضة لمقاتلة الجهاديين، لمقاتلة كل من حمل السلاح ضد بشار الأسد. الأمر واضح جدا ولا يحتاج إلى تفسير. هناك من يقول في الهيئة العامة للمفاوضات سنطرح شروطنا. الأمر يعني عندما تطرح الهيئة العامة للمفاوضات مسألة تشكيل هيئة حكم انتقالي، سيقولون لهم فيينا أو القرار الأممي لا يقول بهيئة حكم الانتقالي، بل يقول بحكومة وحدة وطنية. وهذا الأمر قالته مستورة أمس، قال أن القرار الأممي هو جدول المباحثات، بمعنى لن يسمح لأحد بالخروج على النص. بكل أسف كان يفترض بأصدقاء الشعب السوري أن يرفضوا مخرجات فيينا واحد وفيينا اثنين، وأن يقولوا لا يمكن أبدا التفاوض وفق هذه الأسس التي لا تعني سوى الاستسلام. اللي بدي أقوله بكل وضوح الآن، الهيئة العامة للمفاوضات ستحترق وسيحترق كل من يذهب إلى جنيف. هذا كلام واضح وصريح، وأي كلام آخر، روسيا تريد أن تشتري الوقت. هم يحاولون الآن من خلال سياسات تجويع، من خلال تدمير المدن على رؤوس سكانها، يحاولون فرض استسلام على الشعب السوري. مرة أخرى أقول، على ماذا يسيطر بشار؟ هل يسيطر على 20% على 25% من الأرض السورية؟ هل انهزمنا لكي نستسلم؟ هذه الأسئلة موجهة جميعا إلى الهيئة العامة للمفاوضات ولا كل من يتحدث عن حل سياسي. السؤال الذي يطرحه الآن، إذا كان بشار يعرف أن روسيا تقف معه وأمريكا معه والغرب معه وإيران معه، لماذا سيسلم السلطة
حتى موضوع تسليم السلطة ليس مطروحا الآن، المطروح هو تعاون الجميع، بمعنى يريدون لقوات المعارضة بين قوسين أن تقاتل مع جيش بشار ضد الجهاديين، ضد كل من حمل السلاح ضد بشار الأسد، ويجب علينا أن نتوقع قطع السلاح وقطع المال. المطلوب الآن تحرير القرار الوطني، أن لا يكون بيد غرف الموك، أن لا يكون بيد أصدقاء الشعب السوري. نحن مع الأصدقاء عندما يكونوا عونا لنا، أما أن يتحولوا إلى عونا لأمريكا علينا فهذا الأمر لن نقبله على الإطلاق. أنا أعرف تماما أن الضغوط جاءت أمس على السعودية وليس على الهيئة العامة للمفاوضات. يجب أن لا نستحي من قول هذا الكلام، إذا كانت السعودية وقطر لا تستطيعان أن ترفضا الضغوط الأمريكية فالشعب السوري قادر على رفضه، قادر على إجهاضه، قادر على كل شيء. بأكد لك تماما أي موقف حازم من الهيئة العامة للمفاوضات تقول لهم سوف أقول لشعبنا لقد فشلنا وعليكم أن تدافعوا عن أنفسكم، بأكد لك تماما أن كل الرسائل الأمريكية ستختلف جذريا. هم يخشون بقاء المقاومة، يعرفون تماما أنهم يحتاجون إلى 30 إلى 40 سنة لكي يقضوا على مقاومة الشعب السوري للغزو الروسي وللغزو الإيراني. هنا تكمن المشكلة الآن، مشكلة الهيئة العامة للمفاوضات. يجب أن تقتنع أن الشعب السوري قادر على القتال 30 سنة. أنا أتمنى اليوم أن يكون هناك وقف إطلاق النار، أن تتحقق تطلعات الشعب السوري، ولكن لا يوجد حل سياسي. من يراهن على الحل السياسي إنما يراهن على استسلام الشعب السوري. ابقى معي دكتور بسام. دكتور عارف، هل نجح الروس بجر المعارضة إلى مفاوضاتهم تحت السيطرة كما وعدوا يعني منذ عام؟ قالوا لن نسمح بأن تكون المعارضة بالمفاوضات وهي تحت الثورة. تحت الثورة يعني تملي شروطها وسقفها أن يزول بشار الأسد بلا رجعة، هو ونظام البائد. الآن أنت تعلم أن الوضع العسكري على الجبهات لا أريد أن أذكره أمامك، أنت تعلمه جيدا. هل الآن فعلا نجحوا بجر الشعب السوري وهم تحت السيطرة؟ أولا دكتور هشام، أود أن أقول لك بأن الروس يعني منذ البداية لم يعترفوا بالمعارضة السورية، وأكثر من مرة يعني جهات من أطراف المعارضة يعني أشخاص ذهبوا إلى روسيا وحاولوا الالتقاء يعني بالساسة الروس ورفضوا أن يقابلهم. هناك وفد بقي حوالي 4 ساعات خارج وزارة بناء وزارة الخارجية الروسية، لم يستقبلهم، لأن الموقف الروسي بكل صراحة رغم يعني قذارته أمام الشعب السوري يبقى أكثر صراحة مقابلة بالموقف الأمريكي. إذن هناك موقف روسي ثابت بدعم بشار الأسد ومن ثم السيطرة على سوريا. ما يحدث الآن يعني أصبح يعني مختلف تماما عن معطيات عام 2011، والقضية السورية بطبيعة حالها يعني لها أبعاد مختلفة، ليست لا تتعلق فقط بالموقف الروسي. الموقف الروسي كما ذكرت لك يعني قبل قليل يعني له مباركة كبيرة من إسرائيل ومن الأيباك التي يحكم السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. للإسرائيليين على سبيل المثال، أو يعني الإسرائيليين يعتبرون بأن السنة العرب هم أعداؤهم، ولهذا السبب نجد الأوضاع مشتعلة في ليبيا، الأوضاع مشتعلة في اليمن، في سوريا، في العراق. ميليشيات الحشد الشعبي يعني تبتز تقتل، يعني تبشع أكثر من داعش في السنة العرب، ولا أحد يتحدث يعني من وسائل الإعلام العالمية عن هذه الجرائم البشعة. إذن يعني هناك يعني حرب لا مباشرة إسرائيلية ضد السنة العرب. ولكن ومع ذلك يعني أنا أحب التفاؤل جدا، يعني لأن فعلا هي ثورة، يعني ثورة الحق ضد الباطل يعني. ويجب أخيرا على هذه يعني على سوريا أن تجد طريقها، ولهذا السبب يعني لابد من 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 تغييرات الآن في الداخل السوري بشكل سريع بما يتناسب مع التغييرات والتطورات الدولية فيما يتعلق بالملف السوري. حتى هذه اللحظة يعني دكتور هشام لم نرى أي توضيح للرؤية السياسية المستقبلية تقريبا لجميع قوى المعارضة السورية، كانت جبهة النصرة، أحرار الشام، الجيش الحر وغير ذلك. طبعا هناك يعني كمان هناك نقطة وضعت يعني من قبل المتشددين ضد يعني ضباط الجيش الحر يعني تحديدا الذين شقوا عن النظام وكانوا محسوبين على النظام. بالتأكيد يعني هم أبناء بلدنا وهم مسلمون، لا نستطيع إخراجهم من هذه المعادلة. ولكن أود أن أقول لك بكل صراحة بأن في فترة عام 1949 حتى عام 1963
الجيش يعني كثرة الانقلابات هي من قضت على الحياة الديمقراطية والسياسية في سوريا. ولهذا السبب أقول لك لابد من تحديد هذه الرؤية اليوم قبل غد. بالإضافة لذلك يعني لابد لمواجهة هذه التحديات الجديدة التي تواجهها الثورة السورية من منبر إعلامي. الشعب الروسي لا يعرف أصلا ماذا يجري في سوريا. ما هو المنبر الإعلامي للثورة السورية؟ هل هناك شيء يبث باللغة الإنجليزية أو الروسية أو الفرنسية لإخبار العالم كله ما يحدث من جرائم من قبل الطيران الروسي المجرم يعني بقصف الشعب السوري الذي يدعي بأنه يحارب الإرهاب وهو من يمارس الإرهاب؟ إذن هذا المنبر حتى هذه اللحظة وبعد 5 سنوات لم يستطع أن يتوصل إلى المجتمعات الغربية جميعها لإقناعهم بما يحدث في سوريا بأنها يعني ثورة شعب ضد نظام استبدادي استغل سوريا ونهب سوريا واستغل سوريا وذل هذا الشعب عن طريق أجهزته الاستخباراتية. لابد أيضا من تجيش هذه القوة الوطنية. هناك أستاذ يعني دكتور هشام قوة كبيرة في الخارج والداخل لم تستثمر حتى هذه اللحظة بسبب يعني سياسة الإقصاءات التي كانت تتم. الآن هناك تدخل روسي قوي في المنطقة ولا تستطيع هذه يعني قوة القصف الروسي الكبيرة والبشعة لا تستطيع يعني قوة مثلا يعني لا نستطيع أن نقارن على سبيل المثال قوة فصيل سوري قوي بالقوة الروسية. إذن حرب العصابات ستصبح هي الأساس في عملية أو الاستنزاف يعني في عملية التخلص من هذا النظام. يعني أنا متفائل جدا ولكن لدينا أوراق كثيرة يمكن أن نستخدمها. وإذا أردنا سلاح من الأسواق العالمية، المافيا العالمية يمكن أن تجلب لك السلاح أينما كنت، هذا شيء معروف. المافيا الروسية، المافيا الأمريكية، ولكن تحتاج إلى فلوس دكتور، وأنت تعيش في أوروبا وتعلم أنها تحتاج إلى فلوس نقدا. دكتور هشام، الأموال التي ضخت على بعض أطراف المعارضة تكفي يعني لمخزون يعني تسليح قوي. والسؤال يعني عندما ننتقد بشار الأسد يعني أين ذهب البترول السوري، وأسأل أنا بكل صراحة يعني وبالتجرد يعني أين ذهبت هذه الأموال التي منحت للمعارضة السورية؟ كم تقدرها الأموال التي منحت للمعارضة؟ أنا لا أستطيع أن أعطيك يعني تقدير، ولكن يعني تقريبا الأمانة العامة للإئتلاف الوطني يمكن أن تعطيك إجابة أكثر وضوحا وأكثر سلامة في هذا الموضوع، وهذا أمل تم طرحه أكثر مرة. يعني أحد أهداف أحد يعني رموز المعارضة السورية عندما قال أنا مستعد للانضمام إلى الائتلاف الوطني بشرط أن تذهب 90% من الأموال الممنوحة للائتلاف إلى الداخل. نعم. ولم يأخذ أي إجابة. ابقى معي دكتور عارف. سيادة العقيد أحمد الحمادي، ننتقل إلى البعد العسكري الآن في المنطقة الشمالية. الآن كما تعلم عسكريا إذا سقطت ربيعة سقط جبل التركمان، وإذا سقطت سلمى سقط جبل الأكراد. عسكريا سقطت كلا الطرفين. الآن حاضنة النظام في المحافظتين الساحليتين اتصلت مع العلويين الموجودين على الشريط التركي. إذن بصراحة هل خرج الثوار من الريف إدلب الشمالي، والنظام الآن يعد أمر عمليات يعده الروس لهم الهجوم من محورين باتجاه جسر الشغور لإعادته بالمرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يعدون العدة لتحرير ريف إدلب الجنوبي. وبالتالي هل ترى أن معادلة سوريا المنسية بدأت تظهر ويقصد فيها إدلب؟ تفضل. طبعا النظام ومن يدعمه من الميليشيات الشيعية وحزب الله والعدو الروسي بالأساس هو الذي يخطط لهذه المنطقة، وله أهداف من تدمير هاتين الجبهتين، جبل التركمان المحاذي إلى الحدود التركية والذي يقع ما بين كتلتين من الجانب التركي كتلة جبل العلويين، ومن الجانب السوري كتلة جبل العلويين، جبل معروفة يعني المنطقتين. فتفريغ هذه المنطقة ديموغرافيا أو بالأقل تدميرها عسكريا يعني انسحاب الثوار أو قتلهم أو السيطرة على هاتين المنطقتين، سيتم الاتصال ما بين الكتلتين العلويتين. ونحن نعرف بأن معراج أورال الذي يتزعم حركة تحرير لواء اسكندرون والذي قام بارتكاب الجرائم في البيضة وفي بانياس معروف، وهناك نظام الأسد كان يدعم هؤلاء العلويين في الجانب التركي في كل ما يحتاجونه للصمود، وحتى بعض كبار الضباط السوريين أصلهم من هذه المنطقة يتم تغيير الهويات و
قام النظام في هذه الأعمال. فتفريغ هاتين المنطقتين بسقوط طبعا سقوط الربيعة والوصول إلى طريق حلب اللاذقية سقوطة وسقوط سلمة، فيستطيع هنا النظام بالتأثير الناري المدفعي وعدم استخدام الطيران للتخفيف على الطيران الروسي السيطرة على منطقة الغاب وعلى جبل الزاوية وعلى الجنودية وعلى جسر الشغور، وربما يكون التمهيد المدفعي والناري للهجوم مرة أخرى على سيطرة على جب الأحمر وعلى السرمانية وعلى فورو وعلى كل هذه المنطقة التي تسيطر على الغاب، وربما سيادة العقيد للسيطرة على جسر الشغور ومنها الانطلاق باتجاه الزيت. هذا ما ينويه النظام مع الروس، وما الذهاب إلى المفاوضات ما هي إلى لكسب الوقت ولتخدير الثوار ولتخدير المجتمع الدولي أو بقايا المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة السوريين، ولا يزال أن هناك يعترف بأن هناك أصدقاء للشعب السوري. سيادة العقيد على مرأة ومسمع العالم، وأمريكا تعرف ذلك، وطبعا أصدقائنا التركية والسعودية وقطر يجب أن يعرفوا ذلك. تفريغ هذه المنطقة يعني السيطرة على إدلب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل التحرير، لكن صمود الثوار ومعرفتهم بهذه التكتيكات العسكرية النظامية وعدم وجود قدرة للجيش النظام في هذه المعركة هي السبب في عدم الوصول إلى هذا السيناريو الأسوأ، وسيكون جبل التركمان وجبل الأكراد وجبل الزاوية والغاب وحدة عسكرية جغرافية متصلة ستقاوم النظام، وربما ثم استخدام حرب العصابات والكمائن الليلية والإغارات على قوات النظام واستخدام الصواريخ ضد القواعد الروسية في حليميم وفي سلمة التي تم استهدافها منذ أمس. وتذكر بعض المصادر بأن هناك 109 من الجنود الروس قد قتلوا في معارك الساحل. ماذا تقدم للثوار الآن نصيحة؟ لأنه يعني المدنيين لا يدركون ما يعد الآن لإدلب إذا انهارت فصائل الثورة في ريف اللاذقية. ماذا تقدم لهم نصيحة؟ نحن لا نريد أن يبدأ النظام بساعة الصفر باجتياح جسر شغور أو البدء بمعركة تحرير ريف إدلب أو استعادة ريف إدلب الجنوبي من سهل الغاب ومن الجب الأحمر. طبعا نحن نقول لكل الثوار لجيش الفتح وللثوار المنطقة والثوار الذين لا يملكون اسما أو فصيلا بأن الدفاع عن إدلب والدفاع عن الغاب والدفاع عن جبل الزاوية يبدأ في الهجوم على قوات النظام في سلمة وفي ربيعة وفي كل هذه المنطقة. الدفاع عن إدلب يعني القتال في جبل الأكراد وجبل التركمان ولو بطرق تكتيكية مختلفة. نحن أخطأنا كثيرا عندما كنا عبارة عن جيش نظامي يحارب جيش نظامي وحتى جيش حر، تقصد جيش حر والكتل النارية الضخمة التي يمتلكها النظام والثوار. نحن عندما نعمل في مجموعات صغيرة ونضرب خطوط الإمداد ونقطع خطوط الإمداد ونضرب مستودعات النظام ومؤخراته وقواته وقواعده، عندها ننجح ونربك النظام إرباكا كبيرا ونخلق الرعب والخوف في صفوف قواته أكثر مما كانوا. ونرأى العالم كله كيف هرب سهيل حسن وهرب جنوده من جبل الزاوية ومن جسر الشغور باتجاه الغاب حيث ضاعوا في القفار وضاعوا في الأراضي الزراعية أمام ضربات الثوار. يبقى مع سيادة العقيد دكتور بسام، هل الآن النظام كما ترى ليس بحاجة إلى سوريا المفيدة وإنما هو يسعى الآن لسوريا الشاملة، وبالتالي أن يحلف الثوار أو فصائل الثورة أو السوريين القسم أمام تشكيل حكومة جديدة أمام بشار الأسد على كتاب الجفر أو القرآن العلويين؟ يعني اسمح لي أقول مرة تانية بذكر، عندما بدأت الثورة السورية كان جميع الأراضي السورية محتلة من قبل النظام، ولم يكن الشعب السوري يملك بندقية واحدة، وجرى ما جرى. والآن كما قلت من يرى الخريطة يعرف تماما أنه لا يوجد لا نظام ولا بشار الأسد، هناك احتلال إيراني، هناك احتلال روسي،
هناك ميليشيات طائفية تقاتل. احتلت سلمة، احتلت ربيعة. نعم، احتلت سلمة، احتلت ربيعة، ويمكن أن تحتل جزء الشهور وجبل الزاوية. هل يعني ذلك أن الثورة انتهت؟ يعني يجب أن لا نتوقف الآن عند مسألة الأرض، المهم قتل العدو وليس احتلال أو تحرير هذه البقعة أو تلك. لو كانت روسيا وأمريكا والغرب كله والعالم كله بيعرف أنهم يستطيعون القضاء على الثورة نعم، نحن معك بالعمل المسلح، بالعمل المسلح لما جاءوا إلى جنيف. هم يعرفون تماما أنهم لا يستطيعون، بمعنى آخر يريدون الحصول في جنيف على ما عجزوا عن تحقيقه على أرض المعركة. القتال مستمر والقتال سيستمر، ويجب أن لا نترك أو لا ندع أي فرصة. ولكن ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب تماما هو أن ننسى أصدقاء وأشقاء الشعب السوري، وأن يتوحد المجاهدون. عندما يتوحد المجاهدون لا تستطيع لا أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا كل ميليشيات العالم أن تقضي على ثورة الشعب السوري. المشكلة الآن هي مشكلة وهم، وجود وهم الوصول إلى حل سياسي. مرة أخرى أقول لا يوجد أي حل سياسي على الإطلاق. أمريكا وروسيا والعالم كله يريد للشعب السوري أن يستسلم، والاستسلام لن يكون إلا على طاولة المفاوضات كما تعتقد أمريكا وكما تعتقد روسيا. ولذلك بدأوا أمس يقدمون الوعود، يتحدثون عن ضمانات. ما الذي تغير بين يوم وليلة عندما تحول كيري من مهدد إلى مقدم لتطمينات؟ يقول لهم سنوصل الغذاء، سنوقف القصف، سنطلق سراح المعتقلين، المهم أن تأتوا إلى جنيف، بمعنى المهم أن توقعوا على صك الاستسلام، أن تأتوا لتقاتلوا معنا الإرهابيين. هذا هو المطلوب الآن، ولا يوجد أي نص آخر. هذه المعادلة يجب أن تفهم من قبل الجميع. مرة أخرى بدي أقول بكل أسف الهيئة العامة للمفاوضات تتلقى الأوامر وتنفذ الأوامر، ولكن الشعب السوري ليس مجبرا على قبول لا النصائح ولا الأوامر، ويجب عليه أن يرفض أي حل استسلامي على الإطلاق. يجب أن ننسى جنيف، لا يعنينا، يعني ممكن أن يحتلوا جسر الشغور وجبل الزاوية، ولكن هل تنتهي الثورة السورية؟ هناك كما قلت عشرات آلاف المقاتلين، وعندما بدأنا الثورة لم نكن نملك بندقية واحدة. ما الجديد الآن؟ الجديد هو أنهم يريدون فرض الاستسلام على طاولة المفاوضات، تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بقوة السلاح. سوف يكون هناك احتلال أمريكي آخر. أنا بدي أقول بكل وضوح المعركة واحدة من صنعاء إلى الضاحية الجنوبية، مرورا بدمشق وبغداد أيضا. وأمريكا الآن ترسل قواتها إلى ليبيا، وروسيا أرسلت قوات إلى ليبيا. بمعنى آخر عندما تقول أمريكا أنها لا تدخل عسكريا فهي تكذب، هي تريد فعل أي شيء من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة. روسيا ليست قوية، ولكن الأمريكان أنزلوا الروس إلى ساحة المعارك لكي لا يقدموا أي تضحية مقابل الحصول على الثمن السياسي الذي يريدون تحقيقه الآن. لا يوجد أي خلاف روسي أمريكي على الأجندة المطروحة الآن على الساحة السورية. يعني لازم الجميع يعرف تماما الآن أن الأمر ليس صراعا أمريكيا روسيا، بل هو صراع على مصير أهل السنة. هذا كلام واضح يجب أن يفهمه الجميع، أهل السنة من صنعاء إلى ليبيا. هذا الأمر هو الأساس، وأي كلام آخر هو تفاصيل. نعم، ابقى معي دكتور بسام. دكتور عارف، هل نجح الروس بتبريد الجبهات؟ وهل ترى فعلا أن النظام سيحاور نفسه أم سيجدد نفسه بنفسه؟ طبعا الروس قدموا يعني بعض، خلينا بين قوسين، يعني بعض الاندثارات المؤقتة للنظام، ومن أجل تعزيز مكانته في المفاوضات التي تجري حاليا. هل هي مؤقتة دكتور عارف الانتصارات التي حققها الروس؟ طبعا استاذ هشام هي مؤقتة، لأن هذه الثورة الآن كما ذكر الدكتور بسام جعارة لن تتوقف، والحرك يعني الكل يعرف كم كرا وفر كم مرة يعني منطقة مسمرجر سلطان في دمشق سقطت بأيدي النظام ومن ثم استعادها يعني جيش الإسلام. أقول لك يعني أمثلة كثيرة تعد ولا تحصى. الآن يعني
لكن يعني بكل يعني ما حدث هو أن هذه الفصائل لم تكن يعني جاهزة لاستقبال عدو ضخم مثل روسيا، على الرغم من بعض الساسة والمحللين قد ذكروا أكثر من مرة على وسائل الإعلام بأن المشهد السياسي ربما يتغير من يوم إلى آخر، وهذا ما حدث يعني. ولكن هذا التقدم يعني الروسي للنظام باعتقادي يعني إذا قوى المعارضة لم تستطيع أن يعني تستغله من أجل التوحيد ومن أجل يعني ضم رص الصفوف وتجيش جميع القوى التي تعمل من أجل وحدة سوريا ومن أجل نصرة الشعب السوري، باعتقادي يعني كل ما هنالك يعني ستؤدي إلى إطالة فترة الثورة السورية. هذا ما يستطيع الروس أن يفعلوه. الروس يعني روس الاتحاد السوفيتي بقوة عظمته عندما دخل أفغانستان جلس حوالي بقي حوالي 10 سنوات، ومنذ بعد عام من خروجه انهار الاتحاد السوفيتي كاملا، يعني الضحايا كانت بالآلاف، الجرحى كانت بالآلاف. وسوريا يعني ليست منطقة تابعة للنفوذ الروسي، يعني سوريا لها منطقة جيوبوليتيكية مختلفة تماما عن أوكرانيا، تابعة للعالم العربي، تابعة للعالم الإسلامي، لها معطيات مختلفة تماما. يجب على يعني المعطيات الجديدة صعبة حتى على الروس، ولهذا السبب يعني كما ذكرت أحدد بأن الوجود الروسي سيطيل أمد الثورة السورية من خلال دعم بشار الأسد، ولكن لن يقضي على الثورة السورية. نعم، ابقى معي دكتور عارف. سيادة العقيد، نعود لك على الميدان. هل وأنت على اتصال مع كافة الجبهات، هل هنالك خطط لدى الثوار أو قادة الثوار الذين لا يظهرون على وسائل الإعلام لإيقاف النزيف والتراجع على كافة الجبهات وتبريد الجبهات؟ هل هناك خطط أم كل شيء بانتظار التراجع من سيء إلى أسوأ؟ طبعا هناك فعلا خطط، ولكن الخطط ليست تبريد الجبهات بل تسخين الجبهات والتوحد مع بعض الفصائل، كما رأينا توحد ثوار الشام مع الجبهة الشامية في حلب. وهناك طبعا رغم قلة الإمدادات وشحها ونوعية الأسلحة التي قليلة، طبعا كما معروف أن الزنكي حركة نور الدين الزنكي وهي حركة اجتماعية سياسية ولها جناح عسكري قوي يضم أكثر من 5000 مقاتل على جبهات حلب، نتيجة الضغوط المالية وعدم تلقيها أي دعم مادي أو دعم عسكري منذ سنة كاملة انسحبت من بعض النقاط وسلمت نقاطها لجهات ثورية أخرى. فالتضييق وتذكير الحنفيات كما تفضلت أنت هو موجود، والضغوط على الثورة السورية هو موجود من اليوم الأول، حيث رأينا كذب المجتمع الدولي وللتذكير بأن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في 2011 قالت على الأسد أن يتنحى، وأوباما تكلم هذا وجيش جيوشه وأتى بها إلى الشرق المتوسط عند مذبحة الكيماوي في 2013 21 آب، لكن كل هذه التصريحات كانت تصب في خانة الضغوطات على الشعب السوري. لم يتلقى الشعب السوري صاروخا واحد ممكن أن يؤثر في ميزان القوى على الأرض. أما ما يقاتل به الثوار هو الدم والروح والجرأة سيادة العقيد المنقطع النظير كما حدث في الشيخ مسكين وفي ريف حلب، واليوم ما نراه في جبهة حماة حيث تم تحرير أكثر من 30 نقطة عسكرية وتدمير 7 دبابات من الأمس حتى الآن للنظام، وتحرير لحايا والبويضة ومعركبة واقتراب من سيادة العقيد فقط المفاوضات تجري على الأرض وعلى الساحة في دماء الشباب وإصرارهم على القوة، ولكن إن التأثير السلبي للأصدقاء وللداعمين هو من يؤثر ويؤخر التقدم العسكري الفعال والقوي على الأرض. ولولا أن لنا أصدقاء كما للنظام أصدقاء الروس والإيرانيين لكانت انتهى عصر الأسد منذ فترة طويلة، ورأت سوريا فجرا جديدا، فجر للحرية وللحياة الكريمة. سيادة العقيد فقط، لماذا لا يكون هنالك في تعبئتكم العسكرية كونكم ثوار والمفروض أن تجيدوا حرب العصابات، لماذا لا تعتاشون على مستودعات النظام، تهاجموا هذه المستودعات كمهين وصدد التي كانت تهاجمها داعش وما شابهها على كافة الجبهات، وتأخذوا أسلحتكم من مستودعات هذا النظام؟ لماذا لا يوجد هنالك قطع خطوط إمداد أو مهاجمة
قوات النظام في الليل. يعني الجبهات عندما تتوقف تتوقف بدقيقتين لو سمحت. أو دقيقة أن الأعمال العسكرية الليلية هي دقيقة من أصعب دقيقة. الأعمال العسكرية وبحاجة إلى أجهزة رؤية ليلية متطورة ولرصد ولإمكانيات وسائط اتصال كبيرة، وكل هذا ما يفتقده الثوار. ومهاجمة الثوار، أنت تعرف أن أصدقاء الشعب السوري لم يقدموا إلا التاو من الجيل الأول وبعض الذخائر وبعض الأسلحة البسيطة من البواريد والرشاشات وبعض ال 14.5 وبعض سيادة العقيد في نقل. أما الثوار اليوم فيمتلكون ترسانة عسكرية من الدبابات من 55 سيادة العقيد. سيادة العقيد أحمد التي غنموها من النظام، كما أن لدى الثوار البي إم بي والتركسات والآليات العسكرية. سيادة العقيد أحمد يبدو أنك لا تسمعني. سيادة العقيد الغنائم من النظام من مستودعات خان قمان قديما ومن مستودعات سيادة العقيد والألوية، لما كان هناك حياة عسكرية. سيادة العقيد أحمد الثوار ما يقدمه الأصدقاء عن طريق غرف البوب والمم ما هو إلا جزء بسيط جدا من احتياجات المعركة. سيادة العقيد أحمد سيادة العقيد إذا على سبيل البندقية الآلية يوميا الوحدة النارية للبندقية الآلية 300 طلقة. سيادة العقيد الأعمال الخاصة بحاجة إلى 450 طلقة. الرشاش المتوسط 2500 طلقة يوميا. نشكر نشكر الدكتور بسام جعارة والدكتور عارف عبيد والعقيد الركن أحمد الحمادي، كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة المهندسة سلام المساعدي. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعوني بكم هذه أغلى أمنياتي. انتوا عم تسمعوا راديو أورينت.